اليوم عن مرسم الزلزال. في أثناء عامين للسيرة النبوية تعرضنا لزلزال مؤلم الذي كان له وقعا شديدا على أنفسنا. كل منا فقد شخصا عزيزا على قلبه، ونحن مدرسة نهضة الشام النموذجية فقدنا فلة من أطفالنا الذين أضفوا لمسات لطيفة على بعض المشاريع، فأحببنا أن يكون لهم ذكرى خاصة في هذا المعرض، فرصدنا هذا العمل لكي لا ننساهم ولا ننسى الساعات المؤلمة التي مررنا بها. وأردنا أيضا أن نذكر أهمية الدفاع المدني وأن نشكرهم أيضا ولو كان بجزء بسيط على الجهود المبذولة التي قدموه لأهل سوريا في هذا الزلزال المدمر. تتحدث عن الزلزال. استشهد أيضا من مدرستنا أطفال. قررنا أن يكون لهم لمسة في هذا المعرض، فصنعنا لوحة عن الزلزال ووضعنا صورهم فيها.